ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودنا في سلسله المعلومات والموضوعات القانونيه اللي بنقدمها من خلال موقع نقابه المحامين اننا نتكلم وندردش مع بعض في اهم الموضوعات اللي بتهم شباب المحامين. النهارده هنتكلم مع بعض عن القبض والتفتيش والتلبس. هنتكلم عنهم من خلال كلامنا عن الاستيقاف. ولما نيجي نتكلم عن الاستيقاف نقول انه حاله اشتباه اللي مامور الضبط القضائي او الضابط بيشتبه في الشخص اللي موجود بانه ممكن يكون من الاشخاص المطلوبين قضائيا وبيقوم باستيقافه، والمفترض ان التفتيش في الحاله دي تفتيش اداري انه يشوف معاه تحقيق شخصيه تحسسه من الخارج. لكن اللي بيحصل احيانا في بعض المخالفات ان مامور الضبط القضائي بيقبض على الشخص ويفتشه ويقبض عليه ويصطحبه الى قسم الشرطه ويحرر له محضر. كتير من الحالات المعروضة علينا واحنا دايما كمحامين لما بنيجي نشتغل في حالات التلبس بنبقى مطمنين اكتر ان احتمال الوصول للبراءة اكبر واقرب مما لو كان الامر متعلق بوجود اذن من النيابة العامة، وده لان 90% من حالات التلبس في مصر بتتم بطريقة غلط ومخالفة للقانون، لان دايما تعود القائمين على تطبيق القانون في انهم يخالفوا القانون فيما يتعلق باجراءات القبض والتفتيش والاستيقاف والاستحاب إلى قسم الشرطة والعرض على النيابة. ولذلك لما يحصل ويكون الحالة قانونية إذا ما كان هناك دلائل وقرائن تؤكد على وجود حالة من حالات التلبس، ولذلك يقول لك إن التلبس هي حالة بيكون عليها الشخص وقت ارتكابه الجريمة، ولازم يكون مأمور الضبط القضائي شاف حالة التلبس بعينيه وسمع بودانه، شاف شخص مثلا على سبيل المثال بيشرب مادة مخدرة بيطلع منها بينبعث منها دخان، يعني هو ده اللي في ريحة المادة الحشيش، فبيقوم بضبطه متلبس بحيادة هذه السيجارة المشتعلة، ثم بيقوم بناء على القبض بناء على الاستيقاف بيقوم بالقبض وبعدين يفتشه، وبعدين لأن القبض يبيح التفتيش، القبض يبيح التفتيش. إنما اللي بيحصل دايما إنه بيفتشه الأول وبعدين يقبض عليه فبتيجي المخالفة القانونية، لأن الاستيقاف بيبقى بني على أساس باطل. وبنلاقي دايما أنها أصبح دلوقتي موجود في كل أقسام الشرطة والنيابات، المحاضر بقت عبارة عن نماذج استنبه ان احنا اثناء وجودنا في المنطقه للتامينات واجراءات الامنيه وضبط وملاحقه المخالفين والهاربين عن احكام القانون، ووجدنا شخص يقف على نصيه شارع بيده سيجاره مشتعله ينبعث منها، وهو لا شافه ولا بتاعه، والموضوع غير كده خالص. احيانا بتكون الموضوعات مختلفه عن المكتوب تماما والواقع مختلف، وانه شافه وانه شاف ان اللي في ايده ده حشيش، شافه ازاي وهو على بعد 200 متر ما تعرفش. فعشان كده بيبقى الموضوع متعلق بان وجود مخالفات في اجراءات القبض واجراءات التفتيش. وفي الغالب المحاكم المصرية بتتعامل مع ده بمنتهى الحزم، لأن ما بني على باطل فهو باطل. القضاء المصري إذا ما رأى أن هناك إجراءات باطلة بني عليها قبض باطل ثم تفتيش باطل ثم، وده مبني طبعا على استيقاف مخالف للقانون واستيقاف باطل، ثم بعد كده تم تحرير محضر ووقع ومحضر ضبطه والإجراءات اللاحقة على القبض والتفتيش والعرض على النيابة، المحكمة بتقدر تفهم ده بسهولة جدا، وبتكون عادة الأحكام في الحالة دي هي البراءة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. أحمد مهران.